السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اليوم الإمر والهام العصافير. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن ينفع اليوم الإمر يتجوز اليوم البلدي اللي بيطير، اللي بيتسمى كذا اسم، اليوم النخيل واليوم البلدي واليوم اللي بيطير في الشارع، الحاجات دي كلها ينفع طبعا تتجوز نتاية إمري ذكر بلدي من اليمام البني أو ذكر بني تتجوزه نتاية إمري، والاتنين يشتغلوا عادي مفيش اي مشكله. بس قبل ما نتكلم هنبص على الجوز ده، الجوز ده اللي كنت بقول لكم البيضه هنشيل فيها وهنسيبها بدل ما يكون فيها زغلول نسيبها يومين ثلاثه بس. الزهر اللي هي ركنتها على جنب وخرجتها سقعت بقى، البيضه تلجت اهي باظت. هنبتدي نركنها ونرميها عشان ايه ما تضربش وتاذي الزغلول وتاذي ايه العين كلها. فالحمد لله على قد كده ربنا رزقنا بزغلول، وطبعا عملنا حلقة جميلة امبارح عن اللي انت لو عندك جوز شغال مطلع من نفس السن الزغلول ممكن تنقل الزغلول للجوز التاني بحيث ان انت تستغل الجوز ده اللي هو ايه يشتغل ويبيض. والنهاردة ان شاء الله بقى هنرجع لموضوعنا، ممكن نجوز ذكر امري او نتاية امري لذكر بلدي او نتاية بلدي. طبعا ينفع مفيش اي مشاكل. طبعا اليمام البلدي معروف هو نفس تربيته زي اليمام الإمري بالظبط، كجسم وكحجم وكل حاجة، هي تفرق بس الحجم شوية عن اليمام الإمري. اليمام الإمري ممكن يكون ايه حجمه أكبر شوية. طبعا دول كان آخر حاجة كانوا بيضين، بس البيض برضك من خوفهم وكده كانوا كاسرين بيضة ورقدوا على بيضة شوية فالبيضة التانية ايه باظت. دلوقتي برضك في خوف ما بينهم كده، يعني ايه في التصوير وفي المعاملة وكل حاجة. هو مشكلته اللي هو ايه جبان شوية اليوم البلدي، بس تربيته برضك سهلة مفيش اي مشكلة خالص زي اليوم الامري. بس هو مشكلته في خوفه، هو اللي يعيبه اللي انا شايفه في عيب فيه هو الخوف بس، لكن التربية عادي مفيش مشكلة. الاكل هو المعاملة زي معاملة اليوم الامري ومفيش اي مشكلة فيه. وطبعا هو بس من خوف هو اللي ايه مقلل الواحد اللي هو يربيه او يشتغل عليه كتير يعني. فاحنا جالنا سؤال، يعني واحد بيقول انا عندي ذكر امري زايف زايف جامد يعني ما شاء الله عليه، بيقول يعني ايه زايف جامد، وكان عندي هو كان متجوز نتايه في النتايه طارت، فالذكر الامري ده عنده بقاله كتير وبيقول على طول ايه زايف. قلت له ما اجيب له نتايه، قال انا لسه ماسك نتايه بلدي من الشارع زي النتايه دي مثلا وماليش ما لهاش مكان يعني عندي، قلت احطها. بس انا كان بيقول انا خفت يعني اللي هو يضربها او حاجه، فقلت له لا ما تخافش حطها له. فعلا بالظبط زاف عليها، بس طبعا مش هيكسرها على طول عشان هي بتبقى ممسوكه بتبقى خايفه وكده، عقبال لما تاخد عليه ويتجوزوا وان شاء الله هيشتغلوا. قال لي هيطلعوا ايه، طبعا ممكن انت وحظك يطلعوا اماريات، ممكن يطلعوا قص بلدي، ممكن يطلعوا المصبع زي الرز كده تبقى انواعه غريبه كده. ده تهجين الامري والبلدي، يعني تهجين الامري والبلدي كده بيطلعوا لك ايه، يعني بيطلعوا ما شاء الله اشكال جميله برضه. بس ربنا يرزقك فيهم ويكتب لك رزق فيهم وتشوف شكلهم عامل ازاي وجمال بصراحه. وغير كده بتبقى حاجه حلوه اللي انت تهجن حاجه في حاجه تلاقيها بتطلع ايه شكل حلو ويعني ايه منظرها جميل يعني. فما تقلقش جوز وذكر وشوف، مش حابب ان انت تتجوز هات نتاية للذكر الامري او مثلا نتاية البلد اللي انت ماسكها تلاقي ذكر، وافصل كل جوز عن بعضه ومفيش اي مشاكل فيه. في نقطة تانية، كان واحد صديقنا برضك بيقول انا جبت 5 جواز بس عايز اسيبهم في اوضه عندي، بيقول اوضه يعني عاملها كده فوق السطح، اوضه صغيره كده زي عشه، بيقول عايز اسيب الجواز فيها. قلت له مفيش مشكله، بس طبعا زي ما احنا اتكلمنا كتير التربيه الجماعي تبقى في اليمام دي طبعا مش تربيه جماعي، دول حاططهم في قفص مجمعهم بس باخد منهم النواقص اللي عندي. التربيه الجماعي يا جماعه ميزة وعيب، زي ما احنا عارفين التربية الجماعي في فرد اتصاب عمل حمام في المية عمل حمام على الأكل كده، في التربية الجماعي المرض بيتنقل بسرعة رهيبة. وكفي الشغل برضك يجي مثلا ذكر خد نتاية أو حاجة، يجي الذكر بيكسر على النتاية وكده تلاقي الذكر على طول التاني ايه ضربه، تلاقيها بيضة ذكر تاني يخش ورا الذكر يزوف على النتاية يضرب النتاية، النتاية تخرج
في حالة كده ايه بتبقى فظيعة. لكن بقى بيتميز بإيه التربية الجماعي، ليه الفرد ما بيتمسكش كتير، بيبقى صحته كويسة وبيبقى ريشه مظبوط، غير الأفوسة ما ريشه مش متقصف، حرية بتاعته حلوة، غير بقى الإيه المحبوس في كل قص في العين بتاعته. لكن المحبوس كله في قص العين لوحده، أنت عارف بتشغله إزاي، أنت عارف بتاخد منه الإنتاج إزاي، تعرف تكتشف العيب إذا كان متذكر والنتاية، الذكر بيروق النتاية ما بترقدش زي ما حصلت معانا كده واكتشفنا. مثلا الزغاليل تقدر تحافظ عليها، مفيش حاجة تخش تضربهم لا قدر الله، لو عيوا ولا صابهم أي ميكروب أو أي فيروس بتقدر تحكمهم هم بس، وممكن تفصلهم في حتة بعيدة، غير التربية الجماعية. التربية الجماعية بشهور، فأنا برضك أنا مبيأسكش ومبقولكش ما تجربش، لا جرب وشوف الفرق ما بينهم. أنت دلوقتي جبت 5 سجواز، حط لهم في حدود 7 أو 8 عيون. طبعا ما ينفعش تحط يعني ايه زي طواجن كده، لا حط طواجن بس يعني مثلا في فصة زي بتاعة القوطة وكده، يعني تعلقها وتبتدي تحط الطواجن فيها وتكتر القش فيها في الـ8 عشوش او اكتر كمان، حط يجي 10 عشوش. دلوقتي ممكن تقول لي انت حاطط، قلت لي ليه هم 5 سجواز وحط اكتر من 5 عيون او 5 عشوش؟ طبعا بصوا في جوز اهو بيكسر اهو، معلش القطع التصوير والكلام، جوز بيصور اهو. لازم كده ايه نشيل الزغاليل عشان ايه يبتدوا يشتغلوا. طبعا اللي انت قلت لي هم 5 سجواز ومثلا تحط 10 عشوش، ليه؟ عشان كل جوز ما تحكمهوش اللي هو يعني ياخد العين دي، ومثلا هو مش عاجبه العين دي يخش العين دي، مثلا هو باط في عين او في عش، لو زغليله مثلا كبرت شويه وعايز يبيض بياخد له عش تاني جنبهم، فانت ما تحكموش يعني بحيث اللي هو ايه يكون عش ويخلص العش ده ويبيض على الزغليل، لا في عش تاني فاضي اهو روح جنبه، بحيث اللي ايه كل جوز ليه عشين ويتنقلوا كده. ولازم يبقى بعيد العش عن العش في حدود مثلا 0.5 متر او متر، وياريت حاجز ما بينهم، تبقى ده الافضل يعني، بحيث اللي ايه ده ما يطيرش يضرب ده وده ما يطيرش يضرب ده كده يعني. ففيها ميزة وفيها عيب، فانت ايه ربي واتكل على الله، وبرضك ايه ممكن نستفيد منك في حاجات طبعا او معلومات طبعا من التربية الجماعي. احنا ربنا ربنا ده وربنا ده، بس اللي احنا اكتشفناه يعني واللي انا بستريح له عن نفسي يعني هي تربية كل قص في العين بتاعته اضمن ليا ومنتج ليا، واكتشف مثلا العيوب او الامراض بقدر الحقها وبقدر افصلهم عن بعض وحاجات كتير يعني. فانت جرب وما تقلقش وخليها على الله يعني، وان شاء الله ربنا يرزق كل واحد. طبعا احنا في موسم الشتاء دلوقتي، لازم نستغل كل حاجة، ولازم يعني ايه نوفر لجميع الجواز الشغالة اذا كان اكل او شرب او عيش او كده، بحيث ان انت ايه تستغل الموسم ده في الانتاج وكده. اسرع موسم في الانتاج وحلو هو الشتاء. طبعا هنشيل نبتدي نشيل بقى ايه عشان كسروا على بعض، نبتدي نشيل الزغاليل كده ايه يبتدوا يجهزوا. طبعا هنشيل الزغاليل ونقلهم في ايه مستوى العمر بتاعهم اهو. نقلنا الزغاليل هنا اهو، ده في سن منهم بحيث ان انا ما نقولهمش صغيرين، احطهم مع شباب كبيره او خلاص على وش الشغل يبتدوا ايه يضربوا في بعض، لا اهو نقلتهم والاكل قدامهم اهو. دول بقى كده ايه هنسيبهم لوحدهم كده بدأوا التكسير، وزي ما متعودين مش شرط ان هم يكسروا النهارده يبيضوا بكره او بعد او بعده، لا ممكن تكون انت لسه بتجهز وهيجهزوا العيش ويظبطوا دنيتهم. طبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.